يونايتد مانشستر سيتي الدور الإنجليزي الممتاز الجولة السابعة، وشاهدنا الشوط أول شوط اللي كان تاع مانشستر سيتي وين قدموا مباراة كبيرة. شلنا كيفاش واكر الذي سجل الهدف في الدقيقة 28 وانتهى الشوط الأول لصالح مانشستر سيتي بهدف لصفر، لكن الشوط الثاني بعد تراجع نوعا ما في الأداء تاع مانشستر سيتي، شلنا كيفاش شيفارد وين رمى بكل ثقله من اجل العوده في النتيجه بعد دخول والفيرد. شنا والفيرد شنا جون اللي دخلوا في الشوط الثاني من جانب شيفارد يونايتد، وين شنا كيفاش خط وسط ميدان، نقولوا خط وسط ميدان دفاعي وخط وسط ميدان هجومي، وين اعطاو حيويه كبيره في اللعب لصالح شيفارد يونايتد. شنا كيفاش وين انديرسون في الحراسه اللي انقذ المرمى تاعو، يعني انقذ المرمى تاعو في الشوط الثاني اهداف محققه، خاصه الهدف الذي خرج الوجه لوجه مع اللعاب وين ضيع امام الحارس. شنا والكر المسجل الهدف في الشوط الاول في الدقيقه 28، شنا روبن، شنا ايميريك، شنا جاو، رودريغو، برناردو سيلفا، دي بروين، توريس، راحيم ستيرلينغ، رياض محرز، يعني شاهدنا حتى الدقيقه 81 من بيب غوارديولا والدخول بالخطه تاعو، هي خطه 4-3-3. شاهدنا كيفاش شيفارد وين دخل بخطه، يعني خطه نقولوا باللي كانت خاصه الشوط الثاني وين لعب بقوه، وين شاهدنا كيفاش شاهدنا لعب 5-5-3-2، يعني نقولوا باللي شيفارد يونايتد اليوم وين ضيع تعادل، نقولوا ضيع تعادل في بدايه الشوط الثاني. شاهدنا كيفاش نسبه الاستحواذ 64% لمانشستر، 602 تمريره، 258 36% نسبه استحواذ لشيفارد يونايتد. شاهدنا كيفاش اول فيران، ساندرو، جوري، اندان، جون، كريس، ارون في الحراسه، يعني كانت هذه هي الجوله السابعه، شيفارد يونايتد مانشستر سيتي. شاهدنا كيفاش انتهت المباراه في الدوري الانجليزي الممتاز.